السفير الياباني في الرياض، هذا الرجل الذي اشتهر سعوديا وعربيا بسبب فيديوهاته الفريدة عبر تويتر التي يعبر من خلالها عن عمق علاقته بالسعودية وتقاليدها، كان أبرزها مقطع فيديو نشره على موقع التغريدات منذ أسابيع وهو يأكل المفطح السعودي بيديه كما هي التقاليد. يطل اليوم السفير الياباني فوميو إيواي على تويتر مجددا بفيديو شعبوي جديد يحصد الآلاف من المشاهدات. نروح للسفير مرة ثانية. هذه المرة ظهر الدبلوماسي الياباني بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر أيضا مرتديا قميصا أخضر وهو يؤدي تمارين كرة القدم، ذلك قبل المباراة بين فريق بلاده اليابان والفريق السعودي على أرض ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مذيلا الفيديو بتعليق ممازح يقول فيه بأنه مبتدئ وقليل الخبرة في كرة القدم. تمنى السفير الياباني في الرياض عبر تغريدته التوفيق للمنتخبين في المباراة، مما أشار إلى تمتعه بالروح الرياضية خاصة بارتدائه القميص الأخضر، إشارة إلى تمني التوفيق للفريق السعودي. دعونا نتابع مقطع الفيديو وهو يحاول يلعب كرة قدم زي ما بقول. إذن نال هذا المقطع على إعجاب الكثيرين مما أثنوا على الروح المرحة التي يتمتع بها السفير الياباني، مثل تعليقات كثيرة أخذنا منها تعليق مثلا أحمد هنا الذي أثنى قال: سعادة السفير، إن فازت اليابان فأنا سعيد لأجلك، وإن فاز منتخبنا فأنا أسعد، في كل حالاتي سعيد بالجمهور الياباني الذي ترك بصمة جميلة في مدرجاتنا من خلال نشره للوعي الثقافي، وتناقلت ذلك وسائل الإعلام بتقيدهم والتزامهم. اليابانيين طبعا معروفين بهذا الأمر. نايف علق على هذا الفيديو قائلا: أيها السفير الجميل بأخلاقه والذي عزز وعكس صورة الشعب الياباني، كسب قلوب الملايين من الشعب السعودي بهذه الفيديوهات. فالح يقول: ما شاء الله سعادة السفير، شكرا لمشاعرك، طالما أنك بدأت الاهتمام بكرة القدم نرحب بك كمشجع لنادي النصر وستكون سعيدا جدا. لا تطلب الكثير يا فالح، يا كمان يشجع النصر. فيصل نختتم معه هذه الفقرة يقول: على فكرة يجيد التحدث باللهجة العامية وتطبع بالعادات والتقاليد، باختصار سفير نادر.